رحلة رح نروح لاثنين مدن مشهورين في تونس ونسوي مغامرات رهيبة. بما انه انا بعيدة على اهلي وكل الناس عم تحتفل براس السنة الجديدة وانا لحالي، قررت اني انا اسوي هاي المغامرة، وخاصة اني انا بدي اطلع من جو المذاكرة لان القلوب اذا كلت عميت، وبقدر هيك ادخل الامتحانات كل طاقة ايجابية وحيوية وانشراح وانبساط. اوكي بيبي، يا قوم هل انتم مستعدون لهذه المغامرة؟ 1 2 3. جايز شوفوا شو صار معي امبارح، بعتقد انه هاي بداية موفقة لسنة جديدة. نصف ظفري طار، الدم سالب غزارة وما رضي انه يتوقف الا تقريبا بعد شي 10 دقائق او 15 دقيقة، بس دايما نقول الحمد لله. او ماي جاد، انا وين؟ اكشلي جايز هاي مزحة، انا بمدينة سوسة ومتجهة هلا للعاصمة. هاي جايز، جود مورنينج. اكشلي انا وبنت خالي رايحين هلا للعاصمه وراح نصور سوا هذا الفلوج واخذكم معي، واكيد ما فيني بلش ابدا اليوم تبعي بدون ماي كافي. قلت انه هاد ادمان عشق ماي بوي فريند، اكشلي ذا كوفي از ماي بوي فريند. لا تنسوا انكم تتابعوني في الانستغرام، سناب شات، وفيسبوك، وتويتر، راح لكم كل اللينكس تحت، فكونوا متاكدين جايز انكم متابعيني هناك، انه هيك بنزل يوميات وبكون قريبه منكم اكثر. رح ناخذ فطورنا هون اذا لحقنا على الفطور اصلا، انه كثير متاخرين زي العاده. So guys, this is my outfit for today. فور سيزون اوتيل فتحون عنا جديد بتونس بمنطقة قمر، فانه نسوي فطورنا هون ونكتشفوا يعني المنطقة هون كثير يعني كبيرة. But till now I like it, till now I like it. اطلعوا معي جايز، الفيو بتجنن عن جد بتجنن. Can I just leave here please؟ رح نطلع بعد شوي ونروح لسيدي بوسعيد، هناك رح نسوي شوتينج. تابعوني على الانستغرام اذا بدكم تشوفوا الصور. لدرجة انه ما رح نقدر نروح لسيدي بوسعيد، رح نسوي شوبينج ونرجع على سوسة. I am sorry guys لانه وعدتكم اني اصور لكم سيدي بوسعيد بس ما قدرت. على فكرة انه انا صورت هذا الفيديو قبل، رح يظهر هون الاشعار فوق، ورح خليكم كمان اللينك تحت لتشوفوا الفيديو اللي انا صورته قبل في سيدي بوسعيد. رح فرجيكم هلا الطقس عشان تشوفوا الشي بعيونكم. I'm so sorry. So guys مثل ما عم تشوفوا هيك عم بتمطر. Down, down, down.
رايحين نتعشى في مطعم تاو. I'll take some sushi. كتير جوعانين خاصة الجماعة اللي ورا. I'm super tired guys. صار السفر كتير بيتعبني لأني ماني مستقرة بس في مدينة واحدة، كل مرة موجودة في مدينة بس. بتأمل إنه يوما ما بصير traveler and I can travel all the world and I vlog for you guys. 2018 wish guys. Maybe one day. الطقس كتير برد 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 مش طبيعي، وأنا طلعت بدون الجاكيت تبعي، فرطانة برد. أهلين فيكم حبايبي، احنا هلا عم ناكل سوشي يا حبايبي. أي زي عم بتحاول تقلدني بس أكيد ما بتقدر. أوكي مش هي جايز، احنا خلصنا من هون. كلمة تان تان تان. Bye bye Marionita. And here is her dog with this beauty. She is filming a story. رفيقة الجرائم. قررنا إنه نجي هون ونقعد ونفكر في أهداف وطموحات 2018 عشان هي أقرب شخص لإلي. She is my best friend. And we can discuss anything about anything. فيا إجينا هون لنناقش ونحكي على رواق سوا. كتير حلو جايز إنه يكون عندك هيك رفيق أو شخص من العائلة إنه تحكي معه في أحلامك وطموحاتك وتشاركوا أحلامك، لأنه هذا الشيء يكون حافز لإلك إنك أنت تنجز وتنفذ، ويكون هذا الشخص يعني شخص عم يراقبك عم يشجعك عم يحفزك إنك أنت توصل لأحلامك. ضروري جدا جايز إنكم تخطوا لأحلامكم لطموحاتكم، تعرفوا شو هي الخطوة الجاية وتسعوا لتحققوا هذاك الشيء. فإذا عندكم شخص توثقوا فيه فشاركوا أحلامكم وحفزكم عشان يكون حافز لإلكم، والله يوفقكم يا رب. ويا جايز أنا رح أنهي هون الفلوج. أوكي جايز إحنا خلصنا اليوم ورجعنا للبيت. أتمنى أنكم سليتوا وانبسطتوا معنا. أتمنى أنه الفلوج عجبكم. إذا عجبكم هذا الفيديو لا تنسوا أنكم تعطونا لايك وتشتركوا بالقناة بالضغط على زر سبسكرايب أسفل هذا الفيديو، ونلقي إن شاء الله في الفيديو القادم. ديروا بالكم على حالكم وعلى أحلامكم وعقلوبكم. آه. باي باي.